بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معشر الإخوة الكرام، السادة المهندسين، الأخوات الكريمات، السيدات المهندسات، والحضور الكريم، أولاً كما قلت أكثر من مرة، ليس من الضروري أن أتكلم حيثما حضرت وفي جميع المواضيع. أظن أنكم تتصورون أن بعض المواضيع ما كنفهمش فيها بزاف، وخصوصا ما كنفهمش فيها أكثر منكم. هذا المجال ديالكم إذن، والحقيقة لو كان غير يكون زعما الوقت والاستعداد، ما بحال هذه اللقاءات خص الإنسان يحضرها من الأول حتى الآخر ويسمع لها مزيان. مع الأسف هذا الشيء ماشي متيسر دائما. المسألة الثانية اللي بغيت نقول لكم، إذن غتكون كلماتي جد خفيفة. المسألة الثانية اللي بغيت نقول لكم هي، ما عرفتش هل تساءلتم هذا التدبير المفوض لماذا وقع؟ بمعنى آخر، لماذا فقدنا تدبير يعني مباشر، تدبيرنا الذي كان لا ديال المرافق الحيوية والقطاعات الاستراتيجية اللي هي كبيرة جدا، مهمة ومرتبطة بالتزويد ديال الساكنة بالماء والكهرباء والتطهير يعني الصحي. يعني هذا السائل، يعني هذا والآخر حتى هو حتى الصلب، يعني لماذا فقدنا هنالك أسباب موضوعية، وأظن هذا يمكن أن يكون أهم 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 موضوع. المسألة الثالثة كما لاحظت، وأنه فعلا أظن أن هذا اللقاء الذي التقيتم فيه هو غني، وأظن أن على الأقل العرضين اللذين حضرتهما يفيدان يعني الإحاطة بالمشاكل، خصوصا العرض الأول لأنه المجال ديالو معقد أكثر، ولأنه كان فيه فاعل خارجي يتصرف وحيدا تقريبا. الملاحظة التي أريد أن ألاحظها هو أن الدخول في التفاصيل الدقيقة التي خلقت الاختلالات هو شيء يعني غير مأمون، ولا يعطي ضرورة نتائج المنتظرة. بمعنى آخر، أنه حتى ونحن نؤكد المراقبة والمتابعة وإلى آخره، حين لا نوفق في إيجاد ما تحدث عنه الأخ بالوسطية أو جوست ميليو إلى آخره، وحين تدخل العنصر البشري يعني يفتح الباب على عدم ضبط وعدم تأكد مما نقول. كل شيء هاد لي سيستيم دوديت اللي عاملين دو كونترول ديال هاد المجالات وديال مختلف المجالات، ما كيسمحوا لناش دائما باش نوصلوا لمعرفة الحقيقة على الأقل في وقت مبكر. كتكون النتيجة أنه يمكن أن يقع تدهور للخدمات حتى نصل إلى نتائج سلبية، يمكن أن يقع يعني إجحاف بالمواطن الذي هو الزبون، الذي قد يكون يؤدي أشياء يعني غير واجبة ربما عليه، يمكن يقع مبالغة في الأرباح في الوقت الذي قد تكون تعرض علينا أمور غير حقيقية، ويمكن أن يقع بعض المبالغات كالتي قال أخ سي كوني إذا ذكرت الاسم جيدا، يعني
يعني لو بون بير دو فامي سو بير يعني ما كيبقاش موجود وتتولي وكاين واحد النوع ديال التواطؤ تيحدث في المؤسسه ملي كل واحد كيكون كيشعر بانه هو على ليميت خدا حقه وخدا النصيب ديالو. اذا شنو تيوقع للمواطن لا يهمه كثيرا واحد شويه لاسفير. كل هذا يتطلب الذي انا سوف ادعوكم اليه. انا اظن انكم مضطرون ان تبقوا في الاطار الذي اجتمعتم من اجله، بمعنى اخر انكم سوف تتحدثون عن تدبير المفوض وكيف سوف نضبطه وكيف سوف نضبط الاليه الفلانيه والاليه الثانيه، ومن الاول حتى الاخر سلسله من الاليات وضبطها، وهي لا يمكن ان تعطي نتيجه الا اذا ضبطت بنفس المستوى جميعها. السلسله كلها من الاول حتى الاخر. وانا كنطلب الله يعاونكم لانه هذا هو شغلكم انتم، ولكن بغيت نطلب منكم شي حويجه زايده، وهو فكروا بيرميتيفو دو ريفي ان بو، وتخيلوا شي طرق اخرى ديال 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 التدبير، لانه هذا المجال ديالكم فيه واحد الاشكال جوهري وهو الاحتكار. الاحتكار هو المشكل الجوهري، لو كان ما كانش الاحتكار ما نحتاجوش لهادشي نهائيا. غنعطيكم واحد المثال قريب منكم وهو النقل ديال البضائع في وسط المدينه. شكون اللي يضمنوا؟ ها؟ مالي الهندات؟ عمر كاين شي مشكل ديال مالي الهندات؟ تريبورتورات زادوا عليهم وتزادوا عليهم تريبورتور، كاين شي مشكل؟ ما كاينش مشكل. وحتى النقل ديال البضائع بين المدن حتى هو محرر، كاين شي مشكل؟ كتسمعوا شي مشكل؟ كاين مشكل عندنا الان ديال الحافلات ديال الكرام. انا جلست معهم ناس مزيانين، ولكن ملي كيتكلم معك كتلقاه مضطر يعمل اشياء اللي غتؤدي للاجرة، لانه خصو يخرج بين الرباط والدار البيضاء في واحد الوقت، وقولوا شحال تيربحوا بين الرباط والدار البيضاء؟ تيربحوا 400 درهم، كتبقى له 400 درهم. اذا باش ديك 400 درهم لانها قليله جدا. هذاك تيعطيهم واحد المثال، قال لك حنا بحال شي واحد هز واحد الطاسه ديال الذهب وكيسعى 4 دريالات، عنده الكار ثمنه 130 مليون ولا 140 مليون وكيربح فيه 400 درهم. اش كيدير؟ كيضرب 100 درهم في النهار. لا ما بقاش نكذب، انتوما عند شي واحد فيكم شيكار؟ غير ما انا ما بقاش عارف. ايه لا معقوله، عرفتي بشحال كيهزوا الناس؟ لا عرفتي بشحال تيهزوا الناس دابا؟ شحال؟ 1000 فرنك. 1000 فرنك. ها؟ لا المهم، واخا الثمن الرسمي هو 15 درهم، تيهزوه ب 10 دراهم. تيمشيو تيجريو، علاش؟ باش يهزوا دوك الناس اللي في الطريق. دونك هذاك اللي كيسوق تيجري اكثر من الجهه ديالو، ويمكن يتسبب بطبيعه الحال بسبب هذيك السرعه في حوادث ديال السير. فانا بغيت نقول لكم فكروا شويه في هاد المجالات، لانه حنا خلونا نكونوا صراحة، هذا الشيء دائما عادة تتكون فيه مصالح، تتكون فيه مصالح عند كافة الأطراف المتدخلة، ماشي الجميع تقدر يدو في الحاجة اللي ماشي مشروعة، ولكن مع الأسف المصلحة صعيبة، المصلحة المالية صعيبة.
والمحاربة ديال هذا الشيء حتى هي صعيبة، وأحسن محاربة هي الإلغاء. ملي كنجيو نتكلموا على المقصة كنسمعوا حنا كلام ديال انه هاد المقصة كاين شي مسائل ما مضبوطاش، جينا لقينا مثلا في الفاتورة ديال 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 ليسونس مثلا كاين واحد النسبة ديال التأمين، وهذيك النسبة ديال التأمين هي ما مرتبطاش بالسعر ديال البترول، هي مرتبطة بالحجم ديالو، ولكن حنا ملي كنزيدوا ملي كيتزاد في البترول كنزيدوا 5% مثلا على كل شيء. إذا حتى ديك النسبة ديال التأمين وهي ما عندها علاقة بالموضوع. بحال هاد الشيء هذا دائما شوف فهمت أنا، فهمت بلي كاين واحد المصلحة واحدة وهي نقطع هذاك هذاك التويو نقطعو، ما يبقاش عنده علاقة بيا، غنبقى أنا داخل حظي هذا ما تحظي هذا. شنو قلتي يا أستاذ شنو سميتي داك الشيء قبيلة؟ هذوك المراحل مراقبة ولو باطون جو نسي بلي تخون كوا قلت لهم لا جو فيليسيت باسكو. وأنا وحنا هذا الشيء راه تبعناه مباشرة مع الإخوان ديالنا في الدار البيضاء في المتابعة ديال ليداك، تبعناه عن يعني مباشرة بطريقة لصيقة، ولقينا أمور كثيرة حقيقة ما لا يمكن أن تستمر. هذا هو المهم، ولهذا أنا كنطلب منكم كذلك تفكروا واش كاين بعض التجارب اللي وقع فيها التحرير ديال 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 القطاع، إذا كان من الممكن أو على الأقل ديال هذه القطاعات. وبالمقابل إذا رجعتي ولدك الشيء القديم غتشوفوا باللي بعض المسيرين ديالنا ما كانش تيكون عندهم الشجاعة اللازمة باش يتاخذوا بعض القطاع. كانوا الناس ما تيبغيوش يخلصوا الدول، علاش ما تخلصش الدول؟ ماشي شخص ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثة، ولكن هذا الشيء هذا ملي كتمشي حتى تقيسوا صافي انتهى الكلام. هذا بحال الورقة، هي بيضة ما حدها بيضة، إلا درتي فيها نقطة سوداء راه ولات ما بقاتش بيضة، أصبحت شيئا آخر. آخر ما أريد أن أقول لكم، يمكن كنا نتصور قبل الوصول إلى الحكومة أو إلى البرلمان أو إلى المسيرة الحمد لله الموفقة اللي مشينا فيها ديال الله سبحانه وتعالى، التوفيق ديال الله. في البداية كنا كنتصوروا صعيب الإنسان يوصل للقرار السياسي، وفعلا صعيب الإنسان يوصل للقرار السياسي، صعيب جدا، لكن كاين شي حاجة صعب منه، هي اش غدير ملي غتوصل للقرار السياسي. هنا خص الإخوان الأمور تكون واضحة جدا. أنا ما غنتكلمش معكم كأبناء ديال العدالة والتنمية، غنتكلم معكم كأبناء الوطن. هنالك يعني الوطن لا يقوم به إلا أبناؤه. ما تدخلوش في التفاصيل وتقولوا كاين الحزب الفلان الفلاني وعنده ما نعرف شنو والسلطة الفلان الفلانية والدستور والإصلاح الدستوري والما نعرف شنو، هذيك شي كله بوسوانية لو كادر. مانتنو كاسك ليا دون لو فون، في العمق، في العمق كاين غير جوج ثلاثة د الحوايج. الأولى، هل أنتم يعني عندكم شيء، كاين شي حاجة في العمق ولا ما كاين والو؟ وحتى إلا ما كان والو راه ماشي صعيب يكون، ولكن هذاك الشيء تيجي بالدراسة، تيجي بالعمل، تيجي بالجدية، تيجي بالتفاني. أنا نقول لكم زعما الناس اللي تيجيو يتبندوا وتيقلبوا على أي فرصة باش يكونوا في المواقع اللي غيتحولوا منها المسؤولية، هؤلاء يعني بلاء الله يهديهم. الطبيعية اللي كياخذ من 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 أمام القانونية، أمام الناس، أمام الملأ، أمام العالم، ويخدم بلاده
بغيرة دول التير بغيرة والصالح العام بغيرة والنقل العمومي بغيرة وتطهير السائل بغيرة وتطهير بغيرة لأنه هذه واحد الإشكالية أساسية. ده الإخوان إذا استطعتم أن تستوعبوا هذه المفاهيم في إطار حزب العدالة والتنمية الذي يتصدر المشهد السياسي اليوم الحمد لله واللي يعني إلى بقوا الخصوم ديالو في هاد الألاعيب وفي هاد المانوفر مع فرنسا بيقول المانوفر وما المناورات لأنه هذه غير المناورات. دابا آخر ما بلغني امتين ولله هو محاولة عرقلة العملية التشريعية وتأخير أشياء ليس هنالك منطق لتأخيرها وإن كان مسموح قانونيا وإحالة مشاريع قوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي تناقش داخل البرلمان ووصلنا إلى مرحلة التعديلات بمعنى آخر أن الإنسان الذي يشوف رأسه كيخسر في الماتش تيدورها تهراسية كتشي اللي كتقولوا انتم هاتشي اللي كتقولوا انتم ولكن هذا الأسلوب هذا مع هذه الحكومة اللي كتشتغل في انسجام وطمئنكم واللي الناس ديالها يعني كي 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 يجتمعوا مش بطريقة منتظمة بسبب أن الزوار يعني كوزير ديال الخارجية كيصبر بزاف ولكن ما استطعنا إلى ذلك من سبيل باش تكونوا يعني مطمئنين. هذا الأسلوب لن ينفع في محاربتها وهاد الناس شاءوا أم أبوا راهما اللي كيجلسين كيديروا لنا الإشهار للانتخابات المقبلة. أنت نقول لهم كفوا عن هذا عندكم شي حاجة المعقول باش تعرضوا الحزب وتعرضوا الحكومة عرضوا ما عندكم شراكم تضيع وقتكم. أنا بغي نقول لكم أنتم غنقول لكم واحد القضية باش توصلوا لذلك الشيء اللي كيأملوا الناس العاديين نسوا ديروا في بالكم غير حاجة واحدة الخدمة نسوا اشتغلوا اجتهدوا تكونوا يعني خدموا في العمق النهار اللي غادي نوصلوا القرار في مختلف المجالات غتكونوا موجودين الأفكار ديالكم موجودة. انتخابات جماعية على بعد سنة عمرش انتخابات جماعية ما أثرت ما تثير هذه الانتخابات قبل سنتين ولكن خص الأفكار تكون يعني واضحة وستكون شجاعة وستكون جريئة وخصها تكون في نفس الوقت مدروسة بحيث ما نعملوش كوارث لا قدر الله يعني بالنسبة لبلادنا. أنا كنظن إلا عملنا بحال هكذا ما كاين إلا الخير لبلدنا لأنه دائما فكروا في البلد ديالكم. البلد ديالكم هو الأرض اللي غيعيشوا فيها أولادكم وأنتم معاهم وأحفادكم هو المدرسة اللي غيقراو فيها أولادكم والمستشفى اللي غيمشيو لأولادكم هو النقل اللي غيركبوا فيه أولادكم هو الكرامة اللي كيشعر بها المواطن ديالكم وهو مصدر العز والافتخار اللي غيفتخر به واحد منكم اللي غادي يكون في الخارج. وراه هذا الشهادة راه بدات يوقع الآن كاين شهادات عندي ديال الناس من الداخل ومن الخارج على الصورة كيفاش ولاو الناس كيتعاملوا مع المغرب حاليا. غير وزير المالية ما عرفتكم واش تبعتيه ولا ما تبعتيهوش ملي خرج باش يجلب مليار ديال الأورو كيفاش استقبلوه المانحين كيفاش تعاملوا معه بشكل فيه تقدير كبير ومنحوه هذاك واحد القرض اللي منصوص عليه في 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 في, في, في القانون ديال المالية وصوت عليه البرلمان يعني كيفاش منحوه السهولة باش منحوه الشروط الحسنة اللي باش تمنح هذاك القرض ولكن باقي الخدمة القدام
فأنا الرسالة ديالي اليوم هي ال 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 من أخ معليش بغيت تقول لنا بلي هذه المعاملات ماشي شرعيه راه حنا لا حنا كنسيروا الحكومه فبغيت نقول للاخوان انه بلادنا الحمد لله عندها باش تفتخر انطلاقه جيده ستستمر فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا خطوه من الخطوات خصنا نمشيو وغنقول لكم لا بديلة عن الجدية. فإذا كنتم جادين وإذا كنتم مخلصين وإذا كنتم صادقين ياك سي صديق إذا كنتم صادقين راه لا بديل عنكم أنت ولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.